عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الطريقه ديال الرز اللي زوينه بصراحه وبنينه، من غير الدجاج من غير اللحم. خليكم معايا تشوفوا المقادير. عندي هنايا كاس ونص ديال الارز اللي غسلته وحيدت منه النشا ديالو، وعندي جلبانه كيبقى حسب كل واحد شحال بغى يدير، الفلفله الحمراء، الفلفل الاخضر، والجزر اللي مقطع طريفات، وعندي واحد البصله مشلضه، وعندي هنايا معلقه ديال الطماطم المركزه، الملح، الفلفل الاسود، ورقه سيدنا موسى، اربعه ديال الحبيبات القرنفل، الزنجبيل، الكركم، وعندي الزيت. غادي ندير ديك البصله ديالي اللي شلت، عندي الخضره كامله البنات، الفلفله غنخليها حتى نشحر، ما غاديش نديرها مع هاد الخضر اللي كنضيف، غادي نشحرها بوحدها بعد ما يطيب لي الرز. كان عندكم حتى الفلفل الاصفر ديروها البنات، انا متوفر عندي غير الاحمر والاخضر. وغادي ندير البهارات ديالي، الطماطم. هنا البنات لكان متوفر عندكم الهيل، تقدروا تضيفوا على هاد الوصفه ديال الارز، انا ما متوفرش عندي. غادي نضيفو الزيت، وغادي نديرها هنايا تشحر. بعد ما تشحر غادي نخوي عليها ثلاثه د الكيسان د الماء، وغادي نضيف الارز ديالي، وغادي نسكر عليها. منين نحس فيها بدات كتغلي غنقص عليها الغاز مزيان البنات، وغنخليها نحسب لها 5 دقائق ونطفي عليها الغاز.
هنايا بعد ما وجد لي الارز ديالي يا البنات، غادي نضيف عليه داك الفلفل اللي شحرت من قبل. ونسيت ما قلت لكمش البنات، حتى المعدنوس خديت هنايا واحد المعلقه ديال المعدنوس. ومن بعد ما نضيف عليهم هذا الفلفل والمعدنوس البنات، غادي نرجع نسد طنجره الضغط على الرز ديالي، ونخلي داك الفلفل والمعدنوس حتى يطلق في بعضياته. من بعد نقدموا الطبق ديالنا. تقدروا تقدموا مع هذا الارز دجاج مشوي او كفته اللي بغيتوا، ولا حتى بوحدو البنات، راه كيجي زويون العشاء بصراحه، خفيف وزوين. هنايا كيف قلت لكم غادي نسد عليه 5 دقائق باش تطلق ديك الفلفله في وسط الارز. وهذا هو الطبق ديال الارز البنات بعد ما وجد. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا، كيجي زويون بصراحه، لا في المذاق ولا في الشكل، غير جربوه ومفيد حتى للدراري الصغار. هنا غادي ننهي معكم هذا الفيديو البنات، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وما نكونش طولت عليكم. ولعجبكم الفيديو خليولي لايك، ونخليكم في رعايه الله. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.